شرفنا على عملية ترحيل 166 عائلة من المندوبية البلدية سيد البشير نحو القطب العمراني الجديد بوطليلات. اليوم شرعنا كمرحلة أولى في المندوبية البلدية سيد البشير راح تتبعها عمليات مماثلة بحي الدرب، المندوبية البلدية الأمير، المقراني، المقري، سيد الهواري، الحمري وبن سينا. المواطنين الذين كانوا يقطنون في سكنة الهشة لو فيو باتي، وعدد اليوم 166 من 2500 سكن مخصص لهذه الفئة، والعملية ستستمر إن شاء الله حتى نهاية كل هذا البرنامج الذي تم تصديره.